قال الحكيم انه اسمه ASL، لا ALS disease، بس في احتمال كتير كبير ما يكون عندك ايه. ضعف العضل ما بيعني شلل. لك ايه، ما بني شي انسى. قال يمكن يتركوك بعد شي يومين بس ليتأكدوا من الوضع. يا عمي ما بني شي، عم ضيع وقتي مام، عندي midterms. صحتك ابدا من كل شي يا عمر، وخلينا بس نطمن بالنا. كيف حاسس حالك حبيبي؟ كيف بدي كون يعني؟ تقبرني، حقك تعصب، بس ما في ما في بس مام، كل شي بلش يمشي بالمقلوب هيك بحياتي وما حدا عم بيفهم علي. جمعة الجاي التخرج، كل الشباب حيكونوا. حبيبي زعلت؟ بتعرفي كان إلي فترة عم صلي وعم نيح شي نهار لا أقدر روح على التخرج، أو بركي انزل على البحر، أو حتى بس امشي على الطريق. شو حبيبي؟ شو حاسس اليوم؟ ما عم صير أحسن. الشهر الماضي وصل عجرية وهلأ إيدي ما عم بحس فيهم بقى. عم تعمل اكزرسيسات اللي قال عنها الحكيم؟ ايه بس الحمد لله ما في شي عم بيفيد، كله لورا. صار وقت أبلش أتقبل كم شغلة ووقف أتخانق مع حالي. عمر شو هالحكي؟ تعرف يا مام، بحس أكبر غلطة بنعملها كبشر هو نهرب من فكرة الموت. بس تحطيها قدامك وتتصالحي معها بتلاحظ قد الأشياء اللي منعتها الهمة تافهة، وقد الأشياء الحلوة اللي عن جد مهمة ناخدها for granted. عمر بليز وقف انت وهالحكي. عمر شو بيك؟ ليه ما عم تحكي؟ ما تعطي أهم ماما، ما بني شي.